حفلة عيد ميلاد بنين ستارز، شاهدوا المزيد من التفاصيل. شارك العديد من المشاهير عدة ستوريات لحظة وصولهم لحفلة عيد ميلاد بنين، ومن المشاهير اللي كانوا متواجدين في الحفلة عيلة البيوتي سدرة وشيرين، قمر الطائي، لانولين محمد والعديد منهم. أترككم على الستوريات. عيد ميلاد كمان شوي، معنا هون أنت الغالي أحمد. يا هلا والله، ومعنا ميك. يا هلا. صحيح، لحظة، سؤال، إدمو أكبر منك؟ يب. ليش واعد ورا وتعد الدم؟ لانه وي هاد توك اباوت. شو يعني قلت لي هذا الكومنت؟ هي انت شايف الفلتر هذا؟ هي انت، انه ليه عم تكرهيني؟ انا شو عملت لك؟ انا شو عملت لها؟ عم تقول لي يا دلوعه كريهه؟ هي بعدني مريضه. شلونكم؟ شخباركم؟ I know انه انا بس قلت لكم اني فتت دبي اختفيت. صراحة صار لي يوم المنايمة وكلش تعبانة، واللي صحت نمت وجدت انه انا معزومة على عيد ميلاد اليوم الساعة 7، وهذا الساعة 7:30، صحيت 6:30، قلت يا فجهت. ويت، انا كان ببالي اوتفيت ثاني كلش، بس ما اعرف اخر شي طلعت بهذا الاوتفيت. تتحرس فستان ثاني. هاي هاي هاي، كيفكم؟ رايحين على عيد ميلاد انا ومحمود. عيد ميلاد، شو رايكم باللوك؟ عيد ميلاد بنين، سو ليك اللوك تبعي وليك اللوك تبع محمود. هذا اللوك اللي بعد التوثيق. صحيح، مبروك توثيق السناب. يلا انت رح تعمل حفلة التوثيق. الله يبارك فيكي. شوفوا بيسال، اليوم لابسه اصفر عشان انا توثقت. طبعا اوكي عشان بيسو، لان هي بيسو.